لنستذكر تاريخ الماضي والحاضر، ولنتعظ منه كدروس وعبر نحو المستقبل الأفضل لبلد يسوده الأمن والاستقرار والازدهار. سهرة مع قصي صدام حسين. طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم. العنوان والمحتوى يعبر عن رأي الكاتب والموقع ولا يعبر بالضرورة عن رأي قناة بلاد. الاشتراك في القناة مجانا، لطفا أمكن الضغط على خاصية الاشتراك، والمجال مفتوح للرد والنقاش والحوار البناء. مساء يوم 25 ديسمبر 1985 عشية عيد الميلاد، أغراني صديقي بسيارتي البرازيلي بالذهاب إلى الكرادة للعشاء في مطعم يقدم اللحم المشوي، وكان منزعجا بعض الشيء لكنه كان متحمسا لتغيير الأجواء وتعديل المزاج. يقول: تناولنا قليل من اللحوم وذهبنا بعدين يعني فورا إلى جانب الآخر من دجلة حيث يقع فندق الرشيد. يقول: عند دخولنا الفندق الرشيد أوقفونا حراس الفندق وسألنا إلى أي مكان ذاهبين، قلنا له إلى قاعة نايت كلاب أي النادي الليلي. طلب منهم هويات ووافق على الفور لأن صديقه كان يعمل في جهة أمنية، وعلمنا أنه سيحضر إلى هذه القاعة عدد من المسؤولين وعوائلهم في سهرة بمناسبة عيد كريسمس أي عيد الميلاد، وتم إبلاغ الحرس بتدقيق الهويات والسماح فقط لحاملي الباجات الخاصة، وكان ممكن دخولنا ببطاقة الجهة الأمنية التي يعمل بها ضابطا. وانتهزت الفرصة لأدخل يعني يدخل مع صديقه، وصعدوا يعني فورا إلى المكان المخصص لهم حيث السهرة الجميلة، وجلسنا بقرب طاولة كتب عليها محجوز. وفجأة دخل عدد من الحراس بأسلحتهم الخفيفة وأحاطوا بالمكان. بعدين إجا قصي صدام حسين وشابة جميلة فارعة الطول ومعهما رجل أسمر. سمعنا قصي يقول له: استريح أبو شنقال. من هذا أبو شنقال؟ شو اسمه؟ ما نعرف، بس هاي حاطة بين قوسين أبو شنقال. جلسوا على الطاولة المحجوزة التي كانت بجانبنا وقد امتلأت بأفخر أنواع المشروبات والمقبلات، وكان ظهر الشابة إلى ظهر صديقي بينما كانت عيناي تقابلان وجه ابن الرئيس صدام الذي كان يتحدث عن الخيول والغناء ويداعب صديقتي الجميلة التي رقص معها حتى الصباح. مع وجود عدد محدود من الضيوف بينما كان وزير الخارجية طارق عزيز وأسرته يتناولون العشاء والمشروبات على طاولة كبيرة، وحضر مغنيان ذاعة يعني كان مشهورين في بداية الثمانينات هما وحيد سعد ومي أكرم، وكان يشتهران بأغاني دويتو وقد يعني الأغاني المشهورة اللي كان يغنوها ذاكرها الكاتب: يا سايق السيارة ولش ليش ليش يجارة والله على الأسمراني، وهي أغاني شعبية راقصة حيث تقترب كثير من أغاني الحفلات الخاصة والأفراح، حيث أطربت قصي وجعلته يرقص مع حبيبتي بين الحين والآخر بمشاركة فرقة برازيلية نسائية راقصة جعلت بعض الحضور يرقص ويصفق بشكل مثير مع فقرات موسيقية وفنية كثيرة ومتنوعة. وعندما قاربت الساعة الثالثة صباحا سحب قصي سلاحه الشخصي وهو بجانب صديقته وقام بإطلاق الرصاص باتجاه سقف القاعة. بدأ الحاضرون بالمغادرة، ومن بين المغادرين كان طارق عزيز وأسرته والعديد من المسؤولين وأسرهم. وطلب صديقي أنه غادر من طريق يبتعد عن مكان جلوس قصي لكي لا تقع عينا علينا ونقع في المحظور، ولكنني كنت في غير وعي وتوجهت إلى مكان قصي مدفوعا بحماس مكبوت ورفض لواقع سيء كنت أعيشه، وضحكت بطريقة غير واعية مع كلمة كانت مشهورة يرددها الممثل المصري توفيق الدقن: ألو يا أمم، وجها لوجه مع قصي الذي أضحكه المشهد مع ضيوفه لأنه كان مشهدا يميل إلى الكوميديا، ولم أشعر سوى أنني مكبل ومقعد إلى المصعد الخلفي المخفي
في الفندق، وتم اعتقال صديقي فور نزولي من سلم الفندق، وتم حجزنا لفترة خروج قصي وضيوفي من الفندق. وهاي أخذوا الهويات منهم وقالوا لهم راح تتصلون، هاي راح يتصلون بدوائرهم الأمنية حتى يأخذون هاي الدائرة الأمنية الخاصة للاستجواب. وكان الشعور العام أننا سكارى ولا نحتاج سوى لبعض التأديب، وتركونا نمضي. لكن صديقي اتصل بي في اليوم التالي بعد أن شاهده أحد زملائي في دائرة الأمن منزعجا، وشرح له الأمر، لكنه طمأنه أن شقيقي يعمل في حماية قصي، وهو الآن في الحبانية مع سيده، وسيتمكن من حسم المشكلة التي حسمت بالفعل بعقوبة الحجز والتأديب في معسكر للضبط يتبع للقصر الجمهوري. مضت تلك الأيام بلا رجعة، ولم يعد من شيء اسمه قصي ولا صدام ولا نظام ولا حمايات ولا قصور، وبقيت الذكريات تلف وتدور في الأمكنة التي كان يعبث فيها عدي وقصي وإتباعهما وأقاربهما، بينما الشعب يلعق جراح الحروب والفقر والسجون والحصارات. ولا زال المشهد مضطربا لحد الآن، يعني مشهد مضطرب لحد الآن، ما يعني يقصد بعد 2003 أيضا حالة مستمرة. طبعا هاي الكاتب هالمقالة هو فراس الغضبان.